مشاهدينا الكرام، سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج يا كاشف الكرب. السؤال يقول: ما هي السورة التي تعرف بعروس القرآن؟ ألف الحديد، باء الرحمن، جيم الواقعة. يمكنكم المشاركة في هذه المسابقة من خلال إرسال رسالة عبر الواتساب على الأرقام الخاصة بمركز الكفيل للإنتاج الفني والبث المباشر. تحوي هذه الرسالة على الاسم الثلاثي والبلد والإجابة الصحيحة.